ايه علاقتك بقى بسميره سعيد؟ ايه موضوع سميره سعيد في حياتك؟ عيلتي. ايه العلاقه؟ لا هي يعني من اقرب الاصدقاء المقربين لينا. هي انا دايما بقول هي شيز ماي سكند ماذر، يعني هي امي الثانيه حقيقي يعني بمعنى الكلمه، ومن يعني مصدر الدعم ليا. ايوه انتوا اصلا يعني هي صاحبه العيله عندكم؟ من سينس داي 1 يعني. ومش صاحبه يعني خلاص بقى، هي مش صاحبه واحنا بجد يعني احنا عيله بجد يعني. فلا سميره سعيد دي عشقي يعني. وبتساليها في الغنى ولا لا؟ طبعا لا طبعا يا لهوي. لا بسالها وباخد رايها وبتديني كومنتس لو في حاجه ممكن اعيدها. تقول لي مثلا اسمعي مين مش عارف كتير يعني. لا 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 ده في مناقشات بتحصل بين انا وسميره. لو روحها حلوه هي امرايا وديفا ومفيش زيها في الوطن العربي ده بجد. تحيه كبيره لسميره سعيد طبعا حبيبتنا. غني لها بقى حاجة يا هان، يعني يلا بينا. حتى لو انت قاعدة مش مشكلة زي ما انت عايزة. يلا بينا. يلا الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.